إذن متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من أحد أكبر الأحياء الصناعية متابعينا الكرام بمدينة الدار البيضاء، يعني الحي الصناعي ديال مولاي رشيد متابعينا الكرام، واللي يعني من هنا نبغيو نحييو كل أبناء الشعب، يعني كاع ولاد الشعب والطبقة الفقيرة، يعني كنحييهم على هذا كي غادي المقاتلة ديالهم على الطرف ديال الخبز الحلال. يعني هاد الناس هادو بالخصوص، يعني بالخصوص هادو هما اللي خاص يعني يداروا لهم كل السبل باش انهم يعني يتخلصوا في الوقت، يكونوا عندهم وريقاتهم الى جاب الله مرضوا الى اي حاجه. لحقاش هاد الناس كيساكريفيو كل ما تحمل الكلمه من معنى. كاين هنا شباب، كاين شابات، كاين نساء، كاين رجال، كاين اللي صغير، كاين اللي كبير، كاين اللي يعني كل واحد كيتقاتل على الطرف ديال الخبز ديالو. باش يجيب طريف ديال الخبز ويديه لوليداته، يعني حلالا طيبة. الناس هادو الشعار ديالهم هو الحلال رسول الله، فالله يكون معاهم والله يقويهم على هاد العمل ديالهم. متابعينا الكرام، هذه يعني الوقيته ديال الغداء، كل واحد وكاين اللي كيجيب الغداء ديالو معاه، كاين اللي كيخرج حتى لهنا عادي باش كيتغدى. يعني الحمد لله بعدا كذلك حتى وكاينين ناس اللي كيتصاوبوا مع هاد الناس هادو، يعني وكيجيبوا مأكولات، مأكولات يعني شعبية، مريقة هكا ولا شي شليضة، شي شوية ديال الحوت، المهم أي حاجة أي حاجة، المهم الثمن كيكون مناسب لهاد الناس هادو، فتحياتنا لهم، تحياتنا كذلك لكل أمهات المغربيات والآباء اللي كيضربوا التمارة، الكرفي كي كنقولوا حنا بالدارجة، الكرفي كيضربوا الكرفي على وليداتهم، الله يسهل عليهم والله يكون معاهم. أكيد هذا كذلك كنبغيو، الله يجازيكم بخير، الناس ديال الشركات، الناس اللي عندهم فلوس، اللي عندهم مشاريع، دامين عندكم الناس تهلاو فيهم، راه ما فيها باس إلا تهليتو فيهم، لن ينقص ذلك من مالكم شيئا، تهلاو في عباد الله، خصوصا في ظل هذه الأسعار اللي كنشوفوها تبارك الله زايدة، الله يكون معاهم وصافي. إذا متابعينا الكرام، راه يسطوات ولاد الشعب، أكيد وحتى الناس اللي فايت ليهم جاو لهنا أولا ضاقوا، يعني بعض من المأكولات اللي كتكون هنا والله ما كاين مبنى من هاد الماكلات. تبارك الله، واحد يدو واحد المذاق راه لا يمكن. من متابعينا الكرام، دائما من منطقة الحي الصناعي بمنطقة مولاي رشيد، والوقيته ديال الغدا ديال العمال والعاملات، فالله يكون معاهم وتحياتنا لهم. إذا متابعينا الكرام، نرجع لكم بعد قليل إن شاء الله، إلى اللقاء.